هذه السنة الجميلة والمتعبة في نفس الوقت، وكل هذا بفضل الله ثم فضل تعاون إخوان الطلاب والطالبات المستمر. وأنا فخور جداً أن أكون أحد أفراد هذه الدفعة المميزة، وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي على الاستمرار على هذا المستوى من التعاون والإصرار والعزيمة، وأن نكون يداً واحدة بإذن الله. هذه السنة واجهنا مثل ما تقولون أول سنة طب، تعتبر من أطول السنين وأصعب السنين، لأن بداية مثل ما يقولون البيسز لنا، فواجهنا بعض الصعوبات، لكن بحمد الله كان في تعاون من الطلاب جميعا، وأنا أشكرهم على تعاونهم ومساندتهم. نحن بتعاوننا وبإنجازنا وبإصرارنا نصنع المستقبل.